السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في قناه مثال اخبار معاكم مازن المصري تحياتي للمتابعين فيديو جديد بشكر كل المتابعين على الدعم في الفتره اللي فاتت والمتسبين الجدد برحب بيهم زي الاستاذ خالد الظاهري والاستاذه مريم والاستاذه صفاء برحب بكل المنتسبين والمتابعين من كل انحاء العالم طيب هنفهم مع بعض ايه اللي بيحصل ومجموعه من الزلازل وايضا بركان مدمر هنرجع للمصادر وبعدين هنروح للخريطة مرة تانية زي ما انت شايفين كده جريدة اسمها الشرق منزلة منذ قليل صوران بركان ميرابي في اندونيسيا والسلطات بتعلن الطوارئ ده بالتاريخ قصاد حضراتكم اهو وادي العنوان علشان الناس تبقى متأكدة من المصادر ايه اللي بيحصل وقالت وكالة مكافحة الكوارث الاندونيسية في بيان أن بركان ميرابي صار اليوم السبت مطلقا سحابة ساخنة بارتفاع يصل إلى سبعة كيلومترات وأفادت السلطات المحلية بأن البركان الواقع في منطقة في جاكرتا الخاصة صار حوالي الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي والساعة كانت خمسة بتوقيت جرينيتش وشهد تدفق حمم بركانية لمسافة واحد ونص كيلومتر وفقا لصحيفة رويترز وقال البيان أنه تم تحذير السكان في المنطقة القريبة من البركان بضرورة وقف أي أنشطة في مناطق الخطر التي يتراوح نصفها أو نصف قطرها بين ثلاثة وسبعة كيلومترات حول فوهة البركان بركان مش سهل بركان قوي جدا من فترة كبيرة كنا بنحذر في قناة مساء الأخبار اللي يفتكر من حوالي شهرين من هذا البركان وبالفعل تم صورانه وكان يعني ساعتها جاي على كل الأنباء ويعد ميرابيا الذي يبلغ ارتفاعه 2963 متر أحد أكثر البراكين نشاطا في اندونيسيا وكان بالفعل يعني مصنف عند ثاني أكثر مستوي تأهب في البلاد وعلشان كده ساعتها جبنا هذا النبأ واتكلمنا عليه وحذروا كتير من الجيولوجيين بسبب هذا البركان انه ممكن يثور في اي وقت وقال مسؤول في مركز مراقبه يعني محلي انه لم يتم اجلاء اي سكان وأضاف حدث هذه المره لمرة واحده فقط عندما وقعت خمسة إلى ستة انهيارات أرضية إذا استمرت زيادة التدفق وامتدت لمسافة أكثر من سبعة كيلومترات يعني فمن المحتمل توصية السكان بالإخلاء طيب هنشوف بقى إيه علاقة الزلازل بهذا الموضوع تابعوا معانا الفيديو لأن الفيديو ده مهم جدا وبطلب من كل من يشاهد هذا الفيديو الضغط على زر الإعجاب وشير الفيديو او اعمل له مشاركه حتى يستفاد الجميع باذن الله شوف هنا كده بالمصادر زي ما حضراتكم شايفين صوران بركان في اندونيسيا بيحدث 553 زلزال بركاني اهو والتواريخ قصاد حضراتكم إذ البركان مش هين علشان الناس اللي بتكتب تعليقات ومبتبقاش شافت الفيديو للآخر فأنا بس مش بحب أتكلم عن هذا الموضوع ولكن الواحد بيجتهد على مدار الأربعة وعشرين ساعة علشان الناس المحترمين اللي بيشوف كلامهم وتعليقاتهم ودعائهم يعني وده أهم حاجة بنستفادها أفاد مركز أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجي الاندونيسيا اليوم السبت عن ثوران بركان هذا الجبل اسمه ميرابي وقذف رمادا بركانيا امتد لعدة كرة قريبة وفقا لمركز او البيان اللي قالوه النهاردة عن الثوران البركاني اللي هو الساعة 12 و 12 دقيقة في منتصف اليوم بالتوقيت المحلي يعني من كم ساعة قريب عشان بس الناس تبقى عارفه طيب ايه بقى الموضوع ده واهو اطلاق جبل ميرابيل حمم البركانية الساخنة 19 مرة وكان سببا في حدوث 553 زلزال بركاني زي ما انتم شايفين اهو علشان بس الناس تبقى شايفة كل حاجة بالمصادر وحثت آآ آآ السلطات الاندلسية على تجنب آه المنطقة الخطرة داخل دائرة نصف قطرها سبعة كيلومتر من قمة البركان وتجنب الانهيار إلى نبع آه أو آه تنبع من ميرا في ذلك آه الوقت آه من بينها آه مناطق تانية يعني ولكن هنشوف في السياق آخر أجل عمال الإنقاذ الأستراليين سكان بلدة استرالية نائية بمروحيات بسبب فيضانات وده في حتة تانية في فيضان في استراليا قوي جدا 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 وناس بعتت لنا الصور بتاعته كتير على الايميل بتاعنا وناس موجوده او العرب اللي موجودين في استراليا يا ريت تطمنونا عليهم ناس هي اللي بعتت لنا صور مرعبه يعني تم اجلاء عمال انقاذ بالمروحيات يعني طيارات وهليكوبتر بسبب فيضان قياسي دفعت السلطات الى اصدار انذار اخير لاخلاء المكان اخلاء فوري بسرعة كما حذر مجلس مقاطعة اسمها بورك جنوب شرق استراليا في انذار نهائي السكان من انه لا يمكن حاليا التنبؤ بحركة المياه محدش عارف الدنيا رايحة على فين هناك على طول بيقول لهم يلا اجلاء مفيش كلام تاني يعني على طول من غير ما حد يناقش ترتفع بسرعة ونحط جميع السكان المتبقين على إخلاء منطقة تانية اسمها بوركتاون بأسرع ما يمكن ومن جهتها قالت شرطة الشرطة هناك إن المروحيات والطائرات نقلت حوالي 53 شخص من الأكثر ضعفا في الأيام الماضية من هذه القرية اسمها بورك تاون الصغيرة موضحة انه تم اجلاء كبار السكان او الناس الكبيرة في السن يعني السكان في هذه المنطقة والصغار في السن يعني الناس الكبيرة اوي والناس الصغيرة اوي اولا واضافت ان الكهرباء س... هتتقطع والبلد كلها هتقف واعلنت الشرطة ان حوالي نصف منازل القرية غمرتها المياه موضحة انه حتى صباح اليوم أ... يعني الناس مش عارف تعمل ايه في اجلاء لناس اخرين بالمراحيات ولسه لحد دلوقتي بيلموا الناس ده على كلام المواقع يا ريت الناس اللي موجودة في استراليا تطمننا عليهم لو سمحتوا وشهد استراليا هطول امطار غزيرة خلال العاملين اه او العامين عفوا الماضيين مع اشتداد ظاهرة اه انينا في الجوية ودي كلمنا عليها في فيديو منفصل في المحيط الهادي ده حسب موقع اسمه فرانس بريس وطبعا يا بس العرب اللي موجودين هناك يطمنون عليهم وادي زلزال في سومطره يعني ولكن ده كان يوم الخميس عن انباء زلزال في اندونيسيا واندونيسيا مليئه بالزلازل والكوارث لكن هنشوف مع بعض شيء من الاشياء الغريبه جدا دلوقتي حالا على الخريطه هنا بقي النشاطات البركانية زي ما حضراتكم شايفين كده وأدي البراكين اللي بتحصل في قريبة من كوالا و وده تحذير من زلزال هناك برضو منذ قليل قريب من اندونيسيا بصوا بقي اللي بالاحمر ده اللي قصاد حضراتكم دي البراكين اللي في الوقت الحالي بتنشط في اندونيسيا طبعا اندونيسيا مليئة بهذا النوع من ال الأشياء و طبعا ربنا يعفو عنا جميعا وما نشوفش ده في أي دولة عربية أو في العالم كله ولن يتأذى احد علشان الناس اللي بتقول إنتوا بتميزوا ناس عن ناس لأ احنا لا نتمنى الأذى لعربي أو أعجمي طيب ادي كمان هنا في برضو تحذيرات في هذه المنطقة من براكين أو فوهات بصوا كمان في نشاط ناحية يعني ملاطيا كده مع ايطاليا اهو مش انا اللي بقول ادي اهو المواقع وعند حضراتكم تقدروا تبحثوا عليه فربنا يستر على الجميع شكراً لكم ما تنسوش دعمنا لايك للفيديو شير الفيديو في كل مكان لا تنسى الدعاء وذكر الله بشكركم جدا يا جماعه على الدعم واسيبكم على خير واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته